هذا السائل محمد يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص ما أن يعمل عملا صالحا يتقرب به إلى الله تعالى ثم يوصل ثواب ذلك العمل إلى غيره من إخوته الأحياء؟ نعم، يجوز إهداء الثواب فيما ورد به الدليل للأحياء وللأموات. يجوز أن يتصدق عن أخيه حيا أو ميتا، يجوز أن يحج يعتمر عن أخيه تطوعا إذا كان ميتا، أما الحي فلا يحج عنه التطوع، وإنما يحج عنه الفريضة إذا كان لا يستطيع أداءها لكبر أو لمرض مزمن.